في هذا الفيديو سنرى كيف يمكن رسم الصيغة البنائية لمركبات لديها روابط تساهمية أحادية فقط. فمثلا إذا أردنا رسم الصيغة البنائية لمركب الميثان CH4، دعونا نبحث عن الكربون في الجدول الدوري، وهو هنا في المجموعة الرابعة. نعم، إذا الكربون لديه 4 إلكترونات تكافؤ، إذا يمكن رسم الكربون مع إلكترونات تكافؤ هكذا. تذكروا من الكيمياء العامة أن إلكترونات تكافؤ هي الإلكترونات التي تتواجد في مدار الطاقة الخارجي. إذا الكربون لديه 4 إلكترونات تكافؤ في المستوى الأخير أو الخارجي للطاقة. ومن ثم يجب أن نفكر في الهيدروجين، والهيدروجين هنا في المجموعة الأولى في الجدول الدوري، لهذا الهيدروجين سيكون له إلكترون تكافؤ واحد فقط. إذا يمكن وضع الهيدروجين هنا مع إلكترون تكافؤ واحد، وهنا أيضا ذرة هيدروجين أخرى، وهنا أيضا ذرة هيدروجين، وهنا أخيرا ذرة هيدروجين، وهنا إلكترون التكافؤ. نعلم أن كل إلكترونين تكافؤ يشكلان رابطة تساهمية واحدة. إذا هنا رابطة تساهمية أحادية، هنا رابطة تساهمية أحادية أخرى، ومن ثم لدي رابطتان هنا أيضا. إذا هذه هي الصيغة البنائية الصحيحة لجزيء الميثان. الآن نرى الكربون محاط ب8 إلكترونات هنا، لنعدها، واسمحوا لي أن أستخدم لونا أرجوانيا لتظليلها. 2 4 6 8 هكذا، الكربون 8 إلكترونات حوله، سيجعل الكربون مستقر. وإذا نظرنا إلى الجدول الدوري سنعلم لماذا الكربون يستقر ب8 إلكترونات حوله. لنرى الليثيوم هنا لديه إلكترون تكافؤ واحد، البيريليوم 2، البورون 3، الكربون 4، وإذا تحركنا إلى اليمين سنجد النيتروجين 5، الأكسجين 6، الفلور 7، والنيون 8. وأنتم تعلمون أن النيون هنا هو الغاز النبيل الذي يحتوي 8 إلكترونات حوله وهو مستقر. إذا الكربون ليصل إلى حالة الاستقرار، آسف الاستقرار، يجب أن يكون لديه 8 إلكترونات في المدار الأخير كما رأينا. إذا نظرنا إلى الهيدروجين يمكن أن نرى الهيدروجين محاط بإلكترونين فقط، وهو كما ترون في المجموعة الأولى من الجدول الدوري، وهنا هذا المدار الأخير يملك إلكترون واحد فقط، أما هنا فإن المدار الأخير يملك إلكترونين، وهذا ما يجعل الهيدروجين مستقر بوجود إلكترونين حوله. سيصل، أو إذا أراد أن يستقر يجب أن يكون لديه إلكترونين في المدار الأخير كما في الغاز النبيل في نفس دورته. لنبحث أو لنأخذ مركبا آخر، وليكن مركبا يحتوي على النيتروجين. إذا نظرنا إلى الصيغة الجزيئية CH3NH2 مرة أخرى، سنضع الكربون في المنتصف مع 4 إلكترونات تكافؤ حوله هكذا، ونضع 3 ذرات هيدروجين على الكربون. كل ذرة هيدروجين لديها إلكترون تكافؤ واحد فقط. 2 3 من ذرات الهيدروجين. وفي الجانب الأيمن سنفكر في النيتروجين. دعونا نبحث عن النيتروجين في الجدول الدوري، سنجده هنا في المجموعة الخامسة كما ترون. لهذا النيتروجين لديه 5 إلكترونات تكافؤ، نضعها حوله. 1 2 3 4 5، هنا 5 إلكترونات تكافؤ. ما يزال لدينا ذرتي هيدروجين لم نضعهما بعد، ها هما، وأنا أرى مكان لهم عند النيتروجين. إذا يمكن وضع ذرة هنا وأخرى هنا، ونصل النقاط الآن، ولدي الصيغة البنائية هذه. دعونا نطبق قاعدة الثمانية عليها. الكربون لديه 8 إلكترونات، والنيتروجين أيضا لديه 8 إلكترونات، وهي هنا 1 2 4 6 8، 8 إلكترونات. إذا كما نلاحظ أن الصيغة البنائية هذه تطبق قاعدة الثمانية، وهي صيغة المثل أمين البنائية الصحيحة. دعونا نأخذ مثالا آخرا، ولنقصد الأكسجين الآن، لنجرب الميثانول.
صاحب الصيغة الجزيئية CH3OH. مرة أخرى سنبدأ مع الكربون مع الأربع إلكترونات التكافؤ، ولدينا ثلاثة ذرات هيدروجين، كل ذرة لديها إلكترون تكافؤ، هكذا اثنان ثلاثة من ذرات الهيدروجين. ومن ثم لدينا الأكسجين، لنبحث عن الأكسجين في الجدول الدوري الآن. سنجده هنا في المجموعة السادسة، ها هو. إذا الأكسجين لديه 6 إلكترونات تكافؤ حوله. لنرسم الأكسجين، الأكسجين يمكن وضع الإلكترونات المتكافئة الستة هنا، 1 2 3 4 5 6 هكذا. ومن ثم نضع الهيدروجين، ما زال لدينا ذرة هيدروجين، لنفكر بمكانها الآن. الهيدروجين لديه إلكترون تكافؤ واحد فقط كما تعلمون، يمكن وضعها هنا مع إلكترون التكافؤ، ومن ثم يمكن إيصال النقاط. ونرى كل الروابط التساهمية الأحادية في المركب. إذا هذه رابطة، 2 3 4 5. الأكسجين مرتبط مع الهيدروجين وأيضا مرتبط مع الكربون. مرة أخرى لنفحص قاعدة الثمانية. إذا الكربون لديه 8 إلكترونات حوله، وكذلك الأكسجين، 1 2 4 5 6 8. إذا الأكسجين يتبع قاعدة الثمانية. الآن عند رسم الصيغة البنائية لا داعي لتقوم بهذا دائما، حيث ترسم كل ذرة منفردة وجميع إلكترونات التكافؤ بهذه الطريقة البطيئة. لذا على سبيل المثال، إذا أخذنا الصيغة الجزيئية C2H6 وهو الإيثان، هذه طريقة أخرى لرسم الصيغة البنائية. نقوم برسم بعض الروابط. هنا لدينا ذرتي كربون، وأنا أراهن أن هذه الذرات متصلة ببعضها. ولدينا 6 ذرات هيدروجين، يمكن وضع هذه الذرات، 1 2 3، 1 2 3. كل ذرة كربون لديها 3 ذرات من الهيدروجين. إذا قمنا بهذا سيكون لدينا 8 إلكترونات حول كل ذرة كربون. إذا هذه هي الصيغة البنائية الصحيحة للإيثان كما أعتقد. لإعادة الفحص يمكنك التأكد، أو يمكنكم التأكد أن الصيغة البنائية لها العدد الصحيح من إلكترونات التكافؤ. كل ذرة كربون لديها 4 إلكترونات تكافؤ، لأكون واضحا. إذا كل ذرة كربون لديها 4 إلكترونات تكافؤ، ولدينا ذرتين من الكربون، إذا سيكون لدي أو لدينا 8 إلكترونات تكافؤ من هاتين الذرتين فقط. وكل ذرة هيدروجين لديها إلكترون تكافؤ واحد فقط، ولدي 6 منها، إذا لدي 6 إلكترونات تكافؤ من ذرات الهيدروجين فقط. إذا الإجمالي هو 14 من إلكترون التكافؤ. لنعود إلى الصيغة البنائية التي رسمناها لنحاول عد الإلكترونات التي فيها. يجب أن يكون 14 إلكترونا، 2 4 6 8 10 12 14 من إلكترونات التكافؤ. إذا لدي العدد الصحيح من إلكترونات التكافؤ ممثلة في الصيغة البنائية هذه، وأيضا لدينا 8 إلكترونات حول كل ذرة كربون. إذا هذه هي الصيغة البنائية الصحيحة للإيثان.